بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس الماضي تحدثنا في قول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق، سورة الفلق. نتحدث اليوم إن شاء الله في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس. الملفت بالنسبة لسورة الفلق أنه هناك قل أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الفلق فقط، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وتحدثنا في هذا الكلام. لكن هون قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. انتبهتوا إيش الفكرة؟ هون فقط برب الفلق، من شر واحد اثنين ثلاثة أربعة. هون في سورة الناس لا، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. تمام. وطبعا هذه السورة كونها تكون هي الخاتمة اللي يختم فيها القرآن الكريم، في علاقة بينه وبين الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، قل أعوذ برب، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إياك نعبد وإياك نستعين، إله الناس. إذن الفاتحة تأتي الناس، وأصلا الرسالة جت بالدرجة الأولى للناس، القرآن. الآن قل أعوذ برب الناس، إذن هو الرب، الرب الخالق الرازق الواهب المربي، مربي لعباده. إذن لما نقول رب أو توحيد ربوبية يعني أننا نؤمن أن الله وحده هو الخالق الرازق الواحد المربي. ومن ضمن التربية على فكرة إنزال الرسالات، من ضمن التربية، تربية الله لعباده إنزال الرسالات. ولذلك أول ما بدأ القرآن الحمد لله رب العالمين، لأنه إنزال الرسالة إيش؟ من أجل تربية الناس، بشك. والتربية هي فيها معنى التنمية، شك. إذن قل أعوذ بالرب الخالق الرازق الواهب المربي لعباده. فأنت تلجأ إلى الذي خلق ورزق ووهب ورب عباده بإنزال الرسالات، واللي من ضمنها هذه الرسالة اللي ختمت فيها سورة الناس واللي بدأت فيها سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين المربي. فشي طبيعي انه يبدأ القرآن بقضية الحمد للرب، وثم تنتهي القرآن بالاستعاذة بالرب، المربي اولا هو المربي اخيرا، بشك. قل اعوذ برب الناس. الان المربي مثلنا لما بدنا نربي، احنا ما عندناش قدرة كاملة على الانسان المربى، ما لناش سيطرة كاملة، ولذلك تربيتنا بتيجي ايش؟ ناقصة. هذا الذي خلق ورزق ووهب وربى هو مالك الناس، فله السيطرة الكاملة، ومعناته تربيته شو بدها تكون؟ كاملة. إذا
شك، لأنه هو إحنا تربيتنا ناقصة من أي جهة؟ من جهة كون إحنا لا نملك كل شيء، نربي على قدر قدراتنا، بشك هو مالك ومسيطر مهيمن على خلقه. قل أعوذ برب الناس، ملك يملكهم، ملك الناس، إله الناس. الآن الفرق بين الرب والإله إنه الإله يعني المعبود المألوه، لاحظوا، لأنه رب يعني لأنه خلق رزق وهب رب عباده، إذن يفترض أنه هو المعبود، فالتربية من جهته والتأليه، التأليه من جهتي أنا، بأله كمان مرة أنا بعبده، إذن التربية من وين؟ من جهته، هو الذي خلق ورزق ووهب ورب، ولأنه هو الخالق الرازق الواهب وحده، إذن هو المألوه وحده. إيش المألوه وحده؟ يعني المعبود، إله الناس يعني معبود، الأصل يكون هو المعبود الواحد وحده. إذن لما نقول توحيد ربوبية يعني توحيد الله بصفته خالق رازق واهب مربي، توحيد ألوهية توحيده من جهة التأليه، ومن ضمن تأليهه يعني عبادته اتباع رسالته، لأنه هو نزل مشان ربينا، إحنا في المقابل شو ردة فعلنا؟ هو نزل مشان ربينا فإحنا نطيعه يعني نعبده، إذن أخذ الرسالة عبادة. وذلك بتعرفوا القصة المشهورة بالنسبة لحاتم الطائي، حاتم عفوا ابن حاتم الطائي عدي، مش هيك؟ لما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، هو نفسه ابن حاتم مش هيك؟ دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان نصراني وقتها، وكان الرسول يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال حاتم عدي إنه لم نتخذ أحبارنا ورهباننا أربابا، اتخذناهم مش أرباب، قال له مش هم بيحلوا لكم الحرام وبيحرموا عليكم الحلال، فتلك عبادتهم. إذن أخذ الحلال والحرام هو نوع من إيش؟ العبادة. لحظة، قال لم نتخذ، شوف ما هو بدخل في قضية الرب وبدخل فيها العبادة، قال لم نتخذ أربابنا أحبارنا ورهباننا أربابا، فمشان يوضح له إنك لا اتخذتهم أرباب، قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟ بلى. مش تعطوهم؟ نعم. فتلك عبادتهم. إذن 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 أخذ شريعة غير شريعة الله معناته أنت مش عم تعبد الله. بس أنا إذا عبدته يبدو بصير لي حقوق، فمعناته كأنه منقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، طالما أنه هو إله الناس إذن ومعبودهم الوحيد، إذن لهم عليه حقوق، لهم عليه هو الله سبحانه وتعالى مرات إيش يكتب على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، بشك هو يكتب وبلغنا انه الكم علي، زي قضية انه الفاتحة لما قسمها الله بينه وبين عباده، فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، بظل بعدين في الاخير حتى يقول في الاخير اهدنا الصراط المستقيم، سألني عبدي ولعبدي ما سأل، سألني عبدي ولعبدي ما سأل، إذا من ضمن قضية كونه بعبده بصير لي عنده حقوق كتبها على نفسه إنه يستجيب لي ولعبدي ما سأل. وهون شو بتقول له أنت؟ اهدنا أعوذ بك، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس ومعبودهم، واللي بعبادتهم إله الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بالاستجابة من إشي واحد فقط،
من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. وهناك هناك في الفلق اللي قلنا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، تحدثنا فيها. الآن الرب الملك المالك المعبود، احنا الآن اشي واحد من شر الوسواس الخناس. واذا بتلاحظوا كررت كلمة الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، أيوة، لأنه هذا نوع من تشريف البشر، الناس تشريفهم. تصوروا رب الناس، مالك الناس، إله الناس، واللي بدعي وبيسأل هو من الناس، مش بيسأل بصفته، لا، يا رب الناس كلهم اللي أنا واحد منهم، يا مالك الناس اللي أنا واحد منهم، يا معبود الناس اللي أنا واحد منهم، يا من شرفت الناس وكرمتهم على باقي المخلوقات، وحتى الكون خلقته من أجلهم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ولما بدهم يقوم يوم القيامة بده يتم تغيير النظام الكوني من أجلهم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. الإنسان على فكرة مقامه أكبر بكثير مما نتصور، بس هذا مش موضوعنا الآن. من شر الوسواس الخناس، وسواس وسواس ممكن تعني أمرين. الأمر الأول مصدر الوسوسة، يعني أنت تستعيذ بالله من شر مصدر الوسوسة، وسواس، لاحظوا مش وسواس، وسواس اللي هو مصدر الوسوسة، أو اللي صار، أو الوسوسة نفسها، يعني كأنه صار الشيء اللي بوسوس هذا صار هو نفسه وسوسة بعينها. فالاستعاذة من مصدر الوسوسة ومن الوسوسة، من هون قال وسواس. وإذا بتلاحظوا في تعبير وسواس فيها تكرار، وسواس فيها تكرار، فيها مبالغة، زي ما تقول زلزال. ليش قالوا زلزال أو زلزال الأخري؟ زلزال لأنه بهز، بتكرر 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 بتكرر، ولا لو مرة واحد الحركة، لو مرة واحد الحركة ما بقولوا زلزال، بشك. تمتم بتمتم، لأنه مش مرة واحدة، بكرر. والوسوسة فيها تكرار، الوسوسة فيها تكرار، لذلك لاحظوا التعبير وس 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 وس، زل زل، تم تم، لأنه بكون فيها إيش؟ تكرار، بكرر. وفيها مبالغة، حتى نفهم الآن طبعا شو هو الوسواس. الآن لاحظوا الوسوسة كأنه شيء حديث داخلي من النفس نفسها، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذن الإنسان ممكن يكون وسوسة منين جاي؟ من النفس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، إذن هو من جواه ممكن، وممكن من خارجه تكون الوسوسة، ممكن الوسوسة من خارجه. إذن من شر الوسواس، سواء كان مصدر الوسوسة أو الوسوسة نفسها اللي بتكون من داخل النفس، يعني تنبثق عن النفس البشرية، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أو جاي من الخارج الوسوسة، جاي من الخارج بقوة خارجية. بس واضح انه التعبير وسوسة فيه خفاء، واول ما بدت المعصية البشرية بدت بوسوسة، فوسوس اليه الشيطان، فوسوس لهما الشيطان، لهما ادم وحواء،
فوسوس إليه آدم، أوسوس لآدم. أول معصية ارتكبها البشر نتيجة التجاوب مع الوسوسة اللي كانت خارجية، هون كانت هون من قبل إبليس، كانت من قبل إبليس. إذن هذه معناته قضية مهمة، إذا كان أول معصية وقع فيها الإنسان كان استجابة لوسوسة. ثم هون في آخر القرآن الكريم ختم بإيش؟ إنه إحنا نستعيذ من شر. البداية كانت أصلاً وسوسة، وكانت وسوسة خارجية، النفس البشرية تقبلتها وتجاوبت مع هذه الوسوسة وحدثت المعصية الأولى من آدم، فوسوس لهما الشيطان فوسوس إليه الشيطان البداية. فهو إذن حديث، على فكرة هذا الحديث الداخلي، الحديث الداخلي يمكن تسميته قول، قول. فأنت تقول فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم. إذن الوسوسة حديث داخلي خفي يأتيك إما من داخل نفسك أو من خارجها، من خارجها. هذا الحديث يمكن تسميته قول، نعم، بدليل فوسوس إليه الشيطان قال، لأنه هاي قال إيش يعني إيش كانت الوسوسة؟ قال. ولذلك كان في من مدة بسيطة الأخوة عم بفرقوا بين القول والكلام، أي معنى أنا بوصل لك إياه، أي معنى بوصل لك إياه هذا قول. ولذلك لما مريم عليها السلام قيل لها إنه أنت لما بترجع عند أهلك وبصير يقولوا لك إيش هالطفل هذا، بتأشري لهم إشارة، بتقولي لهم أنا صايم 3 أيام، أنا صايم 3 أيام. طب إذا قالت أنا صايم، معلش يعني بلغة الصم والبكم هيك ولا لا؟ أنا صايم 3، إذا وصل المعنى إليك معناته قول. إذن القول أي شيء أنا بوصل لك إياه. ولذلك هي لما وصلت شو قالت مريم؟ فإما ترين من البشر أحدا فقولي. طب كيف بدها تقول؟ بالإشارة. فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذا معناته الكلام فيه نطق، بس القول مش بالضرورة نطق، انتبهنا. فقولي، ممكن تقول لهم هاي قالت بس ما تكلمتش. إني نظرت للرحمن فلن أكلم اليوم إنسيا. احنا عساس خلطنا بينها وبين زكريا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. طب الوحي قول، اللي هو الإشارة قول، يعني بوصل معنى، بوصل معنى. هل هو كلام؟ لا. هون فقولي بالإشارة إني نظرت للرحمن صوما ما يدخلش في مخكم إنه 3 أيام، خلطنا بين زكريا ومريم. طيب فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم. إذن هي ما كلمتش ولكن قالت. لما عرض في يوسف ايش؟ بس هو قال في داخله، المعنى كان في داخله، قال انتم شر مكان، فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا. طيب وفي نفس الوقت لما قال الله سبحانه وتعالى للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، على اي صورة قالتا؟ تكلموا؟ لا، ما بحكيش عن الكلام، بحكي عن القول. الذي فهم منه انه بتحمل امانة ولا بتحملوش، بلكن يجيها في التفسير هاي ان شاء الله. طيب هون الوسوسة القول، هذا القول اما من داخل النفس او من الخارج. الوسواس، من شر الوسواس الخناس،
الخناس. نيجي الآن لخناس. إذا الوسوسة فيها خفاء ولكن فيها قول، فيها معاني توصل. الآن طبعا مش موضوعنا كيف بيستطيع عالم الجن يوسوس لنا يدخل معاني، لكن اليوم لما تطورت الدنيا على فكرة وصار في موضوع البث الراديو وبث التلفزيون موجات كهرومغناطيسي، ومنيجي احنا بكون في عندنا جهاز في الدار بنصير نحط الموجات، هذه الموجة هي لقطنا موجة البلد الفلاني، هي موجة الفضائية الفلانية، هي شوفها الموجات، فبلقط الجهاز. طب دماغي ايش بلقط؟ ما هو دماغي معقد اكثر من هالأجهزة هاي. دماغي انا بلقط موجات كهرومغناطيسي، طب شو يعني على اي موجة؟ يبدو انه ابليس والعالم الخفي، العالم الخفي عندهم قدرة على معرفة الموجة اللي يوسوسوا فيها الافكار فبقولوا لك. بس انت هنا كبشر انت الان مجداري منك ولا من يعني جاي الكلام منك ولا من الخارج؟ لانك انت تدرك المعاني الموجودة في داخلك اللي كيف دخلت، هل هي برضو موجات كهرومغناطيسي والتقطناها مباشرة؟ ما هو على فكرة انت لما بتسمع الصوت، مش انت الصوت لما تسمعه باذنك الاذن بتحوله عبر العصب لموجات كهرومغناطيسي فيلتقط الدماغ فيفسر. طيب ولما تشوف مش برضو العين بتحول الصورة لموجات كهرومغناطيسي لتوصل الدماغ بيفسر؟ ومش لما تشم بتحول عبر الأعصاب لموجات كهرومغناطيسي فيفسر؟ بس لاحظوا تفسير الدماغ للرائحة غير عن تفسيره للصوت، غير عن تفسيره للرؤية. مش لما تحس عبر الأعصاب موجات كهرومغناطيسي وهناك الدماغ بفسر؟ كل إحساساتنا أصلا في النهاية توصل موجات عبر الأعصاب للدماغ فيفسر. طب وإذا كان عالم الغيبي هذا بيلقي في الدماغ مباشرة بدون هالواسطة يعني، أما البشر بيوسوسوا عبر القنالات 5. البشر ممكن يوسوس لك عن طريق الذن يحكي معك بشيء، ممكن يوسوس لك عن طريق البصر، ممكن يوسوس لك عن طريق رائحة إذا متعطرين مثلا، ممكن عن طريق الصوت، ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من وسوسة. ماشي، كل هذا وسوسة. الإنسان بوسوس على 5 قنالات، يبدو عالم الجن بيلقي في الدماغ مباشرة، فيش داعي للحواس الخمسة. طبعا منشوف الإنسان إنسان أخطر على فكرة، إنسان أخطر في وسوسته. إذن في قدرة للعالم الغيبي هذا المسمى الجن. هو أصلا ليش سمي جن؟ لأنه مخفي، لأنه كل ما كان بيرجع في اللغة العربية إلى جانانا معناته خفي. كل ما اشتق في اللغة العربية من جانانا معناته خفي. فلماذا سميت الجنة جنة؟ لأنها من تشابك أغصانها تخفي كل من يدخل فيها وتخفي أرضياتها. طب لماذا سمي الجنين جنين؟ لأنه في بطن أمه مستتر. وليش المجنون مجنون؟ مش مبين في عقل، العقل مبين مستور. وليش سمي المجن مجن؟ لأنه كانوا يدافعوا فيه مشان يحتموا وراءه ويختبئوا من السيف والرمح فسموه مجن. وليش سمي الصوم جنة؟ لأنه وقاية وستر من المعصية، وقاية وستر من المعصية. وليش سميت الجن جن؟ لأنهم لا يروا. ولذلك بعض العلماء بيقول حتى الملائكة يمكن أن تسمى جن على اعتبار إنها لا ترى. حتى الملائكة عند بعض العلماء سموهم جن باعتبار إيش؟ باعتبار خفائهم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أما حيثية الرؤية اليوم علميا صارت واضحة. ليش يعني أنا ما براش؟ اليوم بقدر تفسر أنت، لأنه معروف أنه في حد أدنى وحد أعلى للذبذبات اللي ترى مثلا، وكذلك السمع. فمثلا الأشعة تحت الحمراء
طويلة وبطيئة فلا نراها، فوق بنفسجي قصيرة وسريعة فلا نراها. بنرى بين لما أجوا العلماء قالوا الإنسان حسب ما بنعرف من موجات، إحنا علميا قد ما بنعرف قديش بيرى الإنسان من هذه الموجات. قالوا بدنا نمثلها بالتمثيل التالي، قالوا الإنسان يرى من الموجات الموجودة ما مقداره سمك شعرة إلى كيلومتر. شوفوا الكيلومتر قديش، قديش سمك الشعرة اللي بتراه أنت، فقط سمك الشعرة اللي بتراه أنت من الموجودات من عالم الذبذبات المرئية، أنت ترى فقط سمك شعرة من أصل كيلومتر. معناته الإنسان يعيش في ظلام بالنسبة. أيوة رحمة. ولذلك بعض الناس بتشوش ذانه بصير يلقط موجات، أخرى شوي بصير يسمع إذاعة. فتصور مع وجود الفضائيات والإذاعات لو نلقط إحنا كل شيء، لو نلقط كل شيء ما منعرفش نعيش. بس هي موجودة ولا مش موجودة؟ الآن الموجات موجودة، قديش هي؟ على قد الفضائيات في العالم وعلى قد الراديويات في العالم بشكل. وانتوا اصلا وانتوا بتفكروا بتبثوا، مش قلنا بتبثوا؟ وانتوا بتفكروا بتبثوا موجات كهرومغناطيس، لو نلقطها مشكلة كمان. اذا كل البث، فالرحمة جعل كل شيء بحدود. لذلك اجى الدين ووسع من افق البشر وفهمهم انه اياكم تظنوا انه الموجودات هي فقط اللي بتحسوها. لا، انتم بتحسوا في عالم محدود على قد وظيفتكم، في وراكم عوالم ثانية. ولذلك اعطانا فكرة، وسع مداركنا واعطانا فكرة عن عوالم اخرى، وقال ديروا بالكم في بعض هذه العوالم لها تأثير في حياتك. بعض هذه العوالم سواء كانت ملائكة او كانت شياطين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال للملك لمة وللشيطان لمة، يعني الملك يستطيع ان يلهم ويلم بالافكار الرحمانية، والشياطين يمكن ان تعطي افكار شيطانية. اذا فهمناها. ومن ضمنها من شر الوسواس الخناس. الخنس فيه معنى التأخر. شوفوا، في انبساط مع تقدم، شو يقابله؟ انقباض مع تأخر. الانقباض مع تأخر بسموه خنس. مرات بيكون يحكي كله اخنس، احنا من كله اخنس، بس دير بالكم هي مش معناها اسكت، هي اخنس. الخنس فيه تراجع وانقباض. لحظة بعد، بس طالما هو خناس، لحظة، هناك وسواس قلنا فيها تكرار وفيها مبالغة، اذا هو كثير الوسوسة. طب وخناس لا يمكن ان يكون خناس، انتبهوا الان، لا يمكن ان يكون خناس يعني متراجع منقبض الا لما يكون بشكل دائما في محاولات ايش؟ وسوسة. لانه لا يكون خنس الا بعد انبساط وتقدم. في انبساط، في هجوم بيتبعوا ايش؟ كيف الان مثلا، كيف القذافي عم بيهجم وبرد يرجع. اما لو كان مرة واحدة ما يسمى خناس، ولو مرة واحدة ما يسمى وسواس. فاذا معناته بدي اقول لك دير بالك في قانون انه عالم الوسوسة الخفي هذا اللي بيبقى في داخلك، وراح نشوف انه مش بس من الجن والناس، اذا في، ديروا بالكم قانون انه في هجوم مستمر في الوسوسة على الانسان. ليش؟ لانه ما يسمى خناس الا لما بيقدم ثم يرجع. لانه شو معنى الخنس؟ التأخير.
بيقدم ثم بيرجع، بيقدم ثم بيرجع، بيقدم بيرجع. طب ليش بيرجع؟ شوفها، بيقدم وبيرجع من شر الوسواس الخناس. اجتمعوا ثنتين على فكرة، وسواس كثير الوسوسة. طب إذا كثير الوسوسة إذن هذا مش بيخنس؟ لا، ما هو كثير الخنس لأنه كثير الوسوسة. بقبل بدبر، بقبل وبتأخر. طيب من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. صدور بجوز زمان ما كانتش مفهومة، بس اليوم بدأ العلم يبين شوي شوي انه قوى الادراك في الانسان مش فقط في الدماغ، هو اصلا حتى وين قوى الادراك بيعرفش الانسان، لانه كثير في العلم يمكن قال لك توصل الرسالة الدماغ فيدرك الانسان. شو يعني يدرك؟ مين قال انه بيعرفه البشر شو يعني بيدرك؟ بس بدوا يدركوا الان بعد قصة نقل القلوب اللي صار، مش صار في عمليات نقل القلوب، وانتوا شفتوا بعض البرامج في الفضائيات، بدوا يلاحظوا على الانسان اللي ينقل له قلب انسان غيره توفى، انه صار بعض الشغلات اللي يحبها الاولاني صار هذا يحبها بعد ما كان ما يحبها. والان تحت الدراسة هذه المسألة، وتوصلوا من ضمن ما توصلوا. ما هو دير بالكم، ما هو اذا عالم الاعصاب، الاعصاب مش موجودة في الدماغ فقط، الاعصاب مش موجودة، موجودة حول القلب، موجودة حول المعدة. لذلك هناك مثلا، هناك من يقول انه الان في نوع من الادراك المستقل في منطقة الصدر حول القلب. هذا الان ابحث الان، وكلام علمي موجود، وفي كمان بيقولوا حول المعدة كمان. انتبه، لانه هو اصلا النظام العصبي ما هو متصل بعضه ببعض، وهو النظام العصبي متصل بعضه ببعض، بس ويبدو انه البشر لحد الان مش مدركين. بس هم بيقولوا انه لحد الان اكثر هذا الكلام، اكثر القوى الادراكية هي في الجانب العاطفي اللي موجودة في الصدر، القلب، في الجانب العاطفي، في القضايا العاطفية. كأنه هنا المحاكمات العقلية، هنا قضايا العاطفية. إذن من زمان ما كانوش الناس مخطئين لما بينسبوا العاطفة للقلب. تعمل القلوب التي في الصدور. ما هو كثير من الأسباب العمى هو الهوى. أرأيت الذي اتخذ إلهه هواه؟ هواه؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هم تنتين. شو الأصل في اللغة يقال؟ لو كل واحد عندها قلب واحد، إن تتوبا إلى الله فقد صغى قلباكما. صغى قلباكما. بس شو قال؟ إن تتوبا تنتين إلى الله فقد صغت قلوبكما. دليل على أنه في أكثر من قلب اللي هو مركزية يعني في الإدراك. والإصغاء، لحظة، فقد صغت قلوبكما، مش قلب، فقد صغى قلباكما. تمام. البشر لحد الآن شوية بعدهم، متأخرين في هذا الباب. المهم، الذي يوسوس في صدور الناس، هذا اللي بيوسوس من الجنة والناس، من الجن ومن الناس، يعني مما هو غيبي ومما هو مرئي. لأن الناس على فكرة فيها أنس، وانت من ضمن ما بتأنس بالإنسان انك تكون شايفه. آنس من جانب الطور نارا. وإن كان على فكرة أنس، الإنسان مأخوذة من أنس، والناس مأخوذة من إيش؟ الناس، من ناس ينوسوا. أنا غلطت، إذن هذول ما برجعوش لنفس الجذر في اللغة. الناس من ناس ينوس، والإنس من أنسة، مش من ناسة. إذا بدك ترجع للمعجم، في ناس ينوس وفي أنسة يأنس، بشكل إذا مش إنس،
على فكرة في القرآن الملفت دائما بدون استثناء إذا قال إنس بقول جن، بس إذا قال ناس بقول جنة، وهي بدها شوية تركيز فيما بعد. كمان مرة، إذا قال إنس شو قابلها؟ جن أو جان؟ إذا قال إنس طبعا باضطراد هذا الكلام، فيش إله ولا شذوذ. إذا قال ولا شذوذ، إذا قال إنس 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 بقول جن أو جان، بس إذا قال جنة بقول ناس، إذا قال ناس بقول جنة. انتبهنا؟ ولذلك ناس جذرها غير عن إنس، وكل واحد إلها معنى على فكرة. اليوم بدناش نخوض في هذا. طب هل الجن ممكن يكونوا إنس؟ قصدي لا. طب هل الجن ممكن يكونوا ناس؟ آه، مش وقته. شفت بدنا نتخربش طرنا، لأنه في حديث صحيح في البخاري وغيره، ناس من الجن، ناس من الجن، رجال من الجن في القرآن. هذا موضوع الآن ثاني بنحطه على جنب. طيب، إذا في ناس من الجن عبدوه من إنس، الناس اللي من الجن آمنوا والإنس ظلوا على العبادة القديمة. ها؟ طيب، مش موضوعنا. ما مرات في ناس بتضلوا ناس، بتلاقي اللي أضل آمن واللي انضل ظلوا، زي الأحزاب اللي كانت ملحدة. في بقت بعض رؤوس الملحدين يا ما قعدوا ناس وأقنعوهم بالإلحاد، بعد ما اقتنعوا بالإلحاد الرأس آمن وهذولك ظلهم ماشيين في الطريق. بصيروا ما شفتوش منها. يوسوس في. إذا الإنس توسوس والجن توسوس. الإنس تلقي، عفوا، طب الإنس كيف بيوسوسوا؟ الإنس مرات لما يحكي، هل لما يحكي معك كلام الإنس مباشر هذا وسوسة؟ لا، بس لاحظوا إنه الإنس لهم أساليب في الإيحاء. يعني ممكن يقول هذا الكلام وهو عارف إنه رح يلقي في ذهنك معنى ثاني، مش مبين في الكلمة نفسها، هو ذكر هذا الكلام بس قصده إشي ثاني، قصده يلقي في داخلك معنى خفي، هذا اسمه وسوسة. ممكن يضربنا بأرجلهن ويسمع صوت الخلخيل، هذا وسوسة، مش هيك؟ واللي متعطرة وطالعة برا وبشم ريحة، هذه وسوسة، لأنها بتلقي بمعاني مش موجودة أصلاً. هذه المعاني في الريحة نفسها، يعني لو أخذت الريحة لحالها مش موجود المعنى هذا، بس لأنه ارتبط هذه الريحة بهاي المرقة أعطى إيحاءات تانية، هذه وسوسة. فالإنس ديروا بالكم بيوسوس، الإنس بيوسوس، ومش بس بيوسوسوا، ونفوسهم بتوسوس لهم. هذه من حقائق خلق الله، من حقائق خلق الله للإنس، إنه في داخله. ودير بالكم، يبدو إنه إحنا ممكن بنوسوس كمان للجن، وإحنا أشطر منهم، لأنه طالما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، بتعلموا منا لعلمكم، لأنه البشر يبدو أقدر على التحليل والاستنباط وتفريخ الأفكار والتفاصيل من الجن، وهذولاك بتلاقيهم منتبهين وشايفين. فيا ما جن خربت بيوتهم من ورانا. مثل ما انه في منهم امنوا، كل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد، واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران. اذا في الانس بقوده. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شوف قدم الإنس في الشياطين مع أنهم مخلوقين قبل. وكذلك جعلنا لكل نبي، يعني شو معنى لكل نبي؟ كل رسالة كمان، كل رسالة. طب الأنبياء ماتوا، ما هي رسالتهم موجودة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم. إيش يعني بعضهم؟ بعض الإنس لبعض الإنس، وبعض الجن لبعض الجن، وبعض الإنس للجن، للإنس، والجن للجن، والجن للإنس. بس إحنا أخطر عليهم عبده. ليش؟ لأنهم هم بوسوسوا لنا وسوسة، لكن إحنا هم بيطلعوا على عالمنا وبأخذوا أفكارنا، ويبدو ما عندهم مش قدرة زينا على فكرة.
ما عندناش قدرة على الاستنباط والتحليل والتفريع والتشكيك والتفاصيل، فبيأخذوا منا برد يرجعونا. بأخذوا منا وبرجعوا. برجعوا وسوسة، خصوصا إذا كان ملحد معجب بقائد من قيادات الإلحاد في عصرنا مثلا، جني ملحد، بصير يخربش الجن ويخربش الإنس. أيوة. الآن من الجنة والناس، إذا الوسواس الخناس في الجن وفي في الناس، والناس بوسوسوا. اليوم لما يكتب لك كتاب، يكتب لك كتاب، مش وانت تقرأ بيكون عم بوسوس لك؟ إذا كاتب شر أو بده يوحي شر. كثير من اليوم الفضائيات والتفاصيل، هو ممكن على فكرة يجيب لك يعني تمثيلية معينة وهو مش قاصد الشيء اللي ظاهر لك. يعني مثلا مرة شفت بعض الأفلام الحقيرة عم بتجيب عن هارون الرشيد، كيف بدهم يعطيك انطباع طبعا سلبي عن هارون الرشيد؟ ما هو دير بالك في ناس من هدول اللي بوسوسوا بيكونوا كرهانين للإسلام وتاريخه كمان، بدهم يزوروه. فقال هارون الرشيد راح في الحلقة حج ماشي، طب ما هو عبر التاريخ معروف انه هارون الرشيد حج من بغداد الى مكة ماشيا، طب هذا اللي بحج من بغداد لمكة ماشيا شو معنات ايمانه؟ خليفة بحج من بغداد لمكة ماشيا اكثر من 1000 كيلو متر في الصحاري، كيف جابوه بحج ماشي في الحلقة في الفيلم؟ كيف جابوه؟ جابوا ناس حاملين سجاد احمر وبيفرشوه قدامه وبيمشي، ولما لما بيمشي بيقيموا اللي ورا وبحطوه قدام، بيقيموا اللي ورا وبحطوه قدام لا يوصل مكة. الله لا يعطيكم، اي واحد بيقول ابدناش تحج، اي واحد بيشوف هالشوفه شوفها ما جابوهاش مباشره مشان يوحوا لك انه لا منه ولا من حجه، اي هو موظف لي 1000 واحد يحمله ويقيمه ويحطه مشان حضرته يحج ماشي، بنحملك اظهرنا وتحجش ماشي. بس دخلت، انتبهتوا كيف؟ استطاع يوسوس لك. هذه اليوم فنون بتقنوها بسموها فن غسل الادمغه. دير بالكم غسل الادمغه بتكونش مباشره. فن في اليوم علم خداع الجماهير، غسل الادمغه مشان توصل الناس لقناعات معينة. مش بتحكي له انت مباشرة، بتوحي له عبر الصورة، عبر القصة، بشكل الفيلم، مسلسل يوسف، تفاصيل طويلة. بصير تلقي بأفكار وسوسة. اذا الجن لهم دور، الانس لهم دور زي ما هو واضح. لكن انتبهوا، هون في قضية مهمة عشان نشوف شو ليش خناس. كأنه بده يقول لنا على فكرة سبحانه وتعالى، أنا نزلت لكم الدين تبيانا لكل شيء، كيف تتزوجوا، كيف عالم تربية الأولاد، الحضانة، العلاقات، الجوار، كذا، ميراث، طلاق، تفاصيل كله. هاي الرسالة متضمنة كل شيء. خاتمة هذه الرسالة بترجع لأول يوم مع الإنسان، وسوس لهما، وسوس إليه، ديروا بالكم من الوسوسة، أعطيتكم الضمانات في الرسالة، الآن بدي إياكم تنتبهوا للوسوسة. كمان مرة، هاي الرسالة شو نظام الحكم، شو نظام الاقتصاد، ايش يحل في الاقتصاد وايش لا يحل في الزواج، في كذا في كذا في كذا في كذا. لذلك الدين الاسلامي شامل، اعطيتكم اياه قران وسنه. انتبهوا لقضيه هي اساس الانحراف في تاريخ البشريه كله. انتبهوا لقضيه هي اساس الانحراف في تاريخ البشريه كله. ايش هي؟ ننتبه الان. إذا لاحظوا، هذا من ضمن حكمة إنه سورة الناس في الآخر، لأنه هاي الرسالة، هاي الضمان، أنتوا تمشوا مزبوط. بس بدي تنتبهوا حتى تعرفوا السر ليش البشرية دائما تنحرف،
ليش البشرية دائما بتحرف الرسالات؟ كيف بصير؟ طب ما هاي الرسالة انتبهوا لعالم الوسوسة، سواء كان آتيتكم عن طريق الإنس أو عن طريق الجن، داخلي أو خارجي، لأنه النفس إيش؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. طيب شو اللي بصير إذا كانت اللي وسوست لي نفسي أو جن ألقى في ذهني يعني بس على موجة معينة وهو عارف وعارف الموجة فدخل لي المعنى، أو إنس وسوس لي بطرق من الطرق اللي كثير اليوم علم غسل الأدمغة وخداع الأمم والتفاصيل كلها موجود موجود، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. طب ليش الله بيجعل لكل نبي عدو؟ أيوة شو فائدتها هاي؟ شو فائدتها؟ إنها فائدة طبعا مش وقته، إنها فائدة. طيب في وسوسة، هذه الوسوسة لاحظوا إذا في قوة فكرة في تربية مستمرة فيش شيء اسمه توقف، الأصل الحركة مستمرة. أي غفلة شوفوا أي غفلة للإنسان الخناس شو بيعمل؟ ما هو وسواس بقدم. أي انتباهة أي انتباهة بيرجع، بس بدك تنتبه إنه مش يعني رجع خلاص، لا ما هو وسواس وكثير الخنس يعني كثير الإقدام ثم التراجع. بمعنى لاحظوا انه انت انتبه يا الانسان، اعطيتك انا رسالة بكل تفصيلاتها بكل احكامها تبيانا لكل شيء، بس بدك تنتبه لأي شيء جواك جايك من داخلك او جايك من خارجك اللي هي عالم المعاني والاقوال اللي بتجدها في نفسك تستطيعش تميز هي منك ولا من غيرك. كيف لما اجا قالت امرأة العزيز لما قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وأنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، لأنه النفس برضو ممكن تؤمر هي وتوسوس بالسوء النفس نفسها. كوننا في عندنا إحنا وسوسة قصدي مبنيين وفق فترة معينة، الوسوسة لها خطر، الخطر هالتالي إنه المعاني اللي في داخلك بغض النظر منين جت اللي لن تتوقف إلا هجوم ورجوع مكرر مفر شيك هجوم ورجوع سواء كان من داخل نفسك أو من خارجها. المعاني هاي اللي في داخلك إذا أنت انسقت لها، على فكرة إذا أنت انسقت لها وما عالجتها بتصير تكبر 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 حتى تستحكم. انتبهنا الخطورة، تبدأ المعاني صغيرة، الأفكار اللي بتيجي أفكار ممكن تيجي تطرق على أبواب الشهوة، أفكار تانية تطرق على أبواب الشك، شك في قضية معينة بتكون بسيطة صغيرة فكرة بسيطة منين أجتني من داخلي من فايلاتي أنا ولا من برا ولا 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 ما أوحالي به الكاتب الفلاني ولا ما سمعته أنا في برنامج ولا شفت في حلقة فطرح في ذهني قضية ثانية. هذه الأفكار اللي بتبدأ صغيرة في الداخل على فكرة مش ممكن تنوجدوا في أي واقع ما يكونش هذه الأفكار موجودة، دائما في وسواس وخناس وسواس وخناس. إذا هذه الأفكار أخذت معها طربت لها وعجبت فيها بصير تكبر تكبر الأوهام، تنضاف إلها أوهام أخرى، تورطنا أكثر تورطنا أكثر. وهذا ممكن يفسر ليش بعض الناس بنحرفوا عقائديا مثلا دون غيرهم، في إذا سر جوانا نحن سر جوانا نحن، ليش في ناس بتقبلوا الإيحاءات وناس لا، يعني ناس محصنين ناس لا. الدين في رسالته لما أجا أعطاك الرسالة حصنك من هذه الأفكار، بمعنى أنه أفكار غالبا الوسوسة اللي بيمارسها إبليس أو بيمارسوها الناس عند الناس اللي إيمانهم قوي
شو معنات إيمانهم قوي على فكرة؟ عندهم قناعات وعندهم سلوك إيجابي، عندهم قناعات وسلوك إيجابي، غالبا هذول لا يؤثر فيهم الوسوسة، يعني مهما هاجم الموسوس على طول بيرجع. ليش بيرجع؟ الفكرة ما يعني، حتى لو وسوست النفس على طول بنضب الفايل. عند مين؟ عند الناس اللي إيمانهم حقيقي. شو يعني إيمانهم حقيقي؟ أولا عنده قناعات كاملة، كيف بدهم يوسوسوا له في باب القناعات؟ بتطرح الفكرة. لذلك الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا له أحيانا بخطر على بال الواحد فينا فكرة يود أن يلقى في النار ولا يتكلم فيها. شو قال لهم؟ هذا هو الإيمان. شوف مكروهة. شو معنات إنه يود أن يلقى في النار ولا يتفوه فيها؟ يعني تطرح أفكار مبغوضة. طب ليش مبغوضة عندي؟ معناته الفكرة لما أجت وجدت إيش؟ نفس تبغضها، فعلى طول الفكرة مالها؟ تخنس. شو يعني تخنس؟ تتراجع. شو يعني تتراجع؟ ببعد، ما بكونهاش أثر، بكونهاش أثر. فلحظة، فالإنسان اللي بيكون بفهم أحسن صار عنده حصانة. حصانة من إيش؟ يعني لو قعد بالله يشوف حلقات وراها ناس أذكياء مشان يلمحوا بأفكار، يعني على طول هالفكرة الصغيرة بتدخل عنده، شو بتلاقي جواه؟ على طول بتخنس، لأنه في عندك قوة فكرة. بعدين إذا في عندك سلوك، يعني الناس المتدربين على صيام، ومش بس صيام الفروض ومع النوافل، مش بس الصلوات الفروض مع النوافل وقيام ليل وتفاصيل، هذا صار عنده سلوك إيجابي وملتزم، لا حرام، الحرام بهدم ما هو، والفروض تبني. هذا مهما عرضت له وساوس، شو بتصير في النهاية هذه الوساوس؟ تخنس. إذن هي بتخنس وين هذه؟ أصلا هو وسواس، وفهمنا، بس خلناس عند مين؟ عند الناس الحقيقيين اللي هم إيش؟ مؤمنين. بحيث إنه هذه الأفكار والوسواسة شو حقيقتها؟ ترتد على طول، لأنه شو معنات الخنس؟ التراجع والتأخر. تدخل الفكرة بتخنس، بتنبثق من داخل النفس على طول بتخنس. طب لاحظوا، انتبهنا انه ليش جت سورة الناس في آخر شيء؟ ليش في آخر شيء؟ لأنه هذا هو الدين اللي بيبني الإنسان. وانت شو مهمتك؟ تتنبه لأهم سبب من أسباب انحراف البشر، أفكار صغيرة تبدو جوا لن تتوقف، هذه الأفكار لن تتوقف إنها تهاجمك، ولكن دير بالك هي أيضا خناسة. شو يعني خناسة؟ تتراجع. وين أنت؟ إذن الشكوك العقائدية، لاحظ، الشهوات في موضوع الشك، قلنا الحسد، الرياء، لحظة، الرياء، العجب بالنفس، التفاصيل كلها هاي بتبدأ كيف؟ تبدأ صغيرة، بقبلها تكبر لأنها مستمرة. لكن إذا كانت مثلا في موضوع الرياء في قلب إنسان مؤمن ومدرك الحقيقة الآخرة والدنيا وبكره الشرك وبكره الرياء، تدخل وبتخنس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.